حييكم مشاهدينا من خلال شاشة تي في تشاريتي، وأيضا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي صفحة الفيسبوك تبع تي في تشاريتي، كمان يوتيوب تي في تشاريتي، وصفحة فيكاريا أبوستوليك دلاتا صفحة الفيسبوك تبع النيابة الرسولية اللاتينية. نحن منتابع مسيرتنا ضمن برنامج كلام الرب بمسيرتنا بزمن الصوم مع الأحد الرابع من زمن الصوم حسب التأس اللاتيني، قراءة الأحد يلي نحن عم نتابعها. بذكر أنه بما أنه ما عنا وقت كافي حتى ناخد كل القراءات، عم نكتفي بالقراءة الأولى ونص الإنجيل. بذكر أيضا أنه كتير مهم أنه يلي نحن عم نسمعه وعم نعيشه مع بعضنا بهذا اللقاء يكون عم بيودينا حتى نلتقي بالصلاة مع سيدنا يسوع المسيح. زاوية الصلاة بقلب البيت كتير مهمة، وقت التأمل اللي نحن بناخده هو كتير مهم، لأنه الأهم بالآخر أنه نقعد نحن والرب وجها لوجه، تهو يحكينا وهو يخلينا نصير نشبهه أكتر وأكتر. ربنا وقت خلقنا، خلقنا على صورته ومثاله، ودعوتنا بالعماد المقدس أنه نحن نصير الصورة الشبيهة الأكتر لسيدنا يسوع المسيح يوم بعد يوم. هيدا هي دعوتنا كأبناء وبنات الله. خلينا نبلش لقائنا مثل العادة بالصلاة. نحن طالبين من الرب أنه هو ينور ظلمات قلوبنا، يعطينا إيمان رجاء ومحبة حسب قلبه هو، تنحن نقدر نعيش مشيئته. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. أيها الرب الإله، أنر ظلمات قلبي، أعطني إيمانا مستقيما ورجاء ثابتا ومحبة كاملة. أعطني يا رب تحسسا وإدراكا كي أعمل وصيتك القدوسة، آمين. طلبنا هيدا الشيء من الرب، وأكيد الروح القدس هو يلي بنورنا وبيقودنا بلقائنا. القراءة الأولى من الأحد الرابع من زمن الصوم يلي نحن بنسميه الزمن زمن الأربعيني، لأنه 40 يوم، هالمرة هي من سفر يشوع. يشوع يلي إجا وقاد شعب الرب من بعد موسى. نحن بنعرف أنه موسى وصل شعب الله إلى مشارف أرض الميعاد بس ما دخلها، بقي بالآخر على جبل نيبو، وهو قال له ربنا أنت مش رح تفوت، يشوع رح يوصل الشعب إلى أرض الميعاد بس أنت مش رح تفوت على هيدي الأرض. موسى مش رح يفوت إلى أرض الميعاد يلي هي الأرض الجغرافية، مش رح يفوت إلى أرض الميعاد يلي هي السماء، رح يلتقي أخيرا وجها لوجه بالرب يلي هو طول عمره حلم أنه يلتقي فيه. شايفه بكتير مطارح للرب، شايف الرب مش وجها لوجه، شايفه من خلال مثل ما حكينا بالأسابيع الماضية من خلال العلاقة يلي عم تحترق، شايف حضوره للرب كيف بإيد قوية بزراعة قوي خلص شعبه مرة وبالبحر الأحمر، كيف مرقوا بالصحراء، عاش كل خبرات وجود الرب، التقى بالرب على جبل وقت حكي وهو إياه وعطيه فعلا الوصايا. بس آخر شيء موسى فهم أنه هيدي الأرض يلي هي عنا إياها هون على يلي نحن بنمشي عليها مزبوط هي أرض الميعاد، بس اللقاء الحقيقي بيبقى وقت نحن بنلتقي وجها لوجه مع الرب، ونحن لأنه منلتقي معه وجها لوجه منصير شبيهين لإله. ربنا ما بيعطي لموسى أنه يدخل أرض الميعاد بس بيعطي أنه أخيرا يلتقي فيه. يشوع هو يلي بيحمل شعب الله وبيمرقه إلى أرض الميعاد. بيقول النص: في تلك الأيام نزل بنو إسرائيل بجلجل وصنعوا الفصحى في اليوم الرابع عشر من الشهر عشاء في صحراء أريحة، وأكلوا من غلة الأرض في الغد بعد الفصح فطيرا وفريكا في ذلك اليوم عينه، فالقطع المن من الغد منذ أكلوا من غلة الأرض،
فلن يكن لهم من من بعده، وأكلوا من غلة أرض كنعان في تلك السنة. هذا النص بدخول إلى أرض الميعاد معناتها يلي بيروح على جبل نيبو بالأردن بيطلع بيشوف أريحة قدامه، بيشوف نهر الأردن وأريحة من تاني ميل، وهن عبروا نهر الأردن وراحوا لتاني ميل ودخلوا إلى أرض الميعاد. من وقتها ما بقى في من. المن بالصحراء كانت علامة، كان الرب عطيها لشعبه من بعد ما مرقوا من مصر وبلشوا ينقوا وينقوا وينقوا ما عنا شيء تاني، ربنا عطيهم المن. وهذا المن كانوا ياكلوا منه يومك يومك، كان ممنوع انه واحد يخزن المن عنده. كان اذا خزن من لتاني نهار يفسد هذا المن. معناتها هذا المن كانت علامة حضور الرب يلي بتعميل الانسان يلي بيعطيه كفافة يومه، اعطينا خبزنا كفافة يومنا. علامة حضور الرب مع شعبه يلي بيرافقوا بالصحراء لحد ما يوصلوا إلى أرض الميعاد، وهونيك قال له الرب صار أنت فيك تاكل من تعب يديك، أنا معك أنا معك، بس تعلم وما تنسى ما تنسى إنه أنت ما بحق لك تاكل لوحدك، ما بحق لك تاكل لوحدك. هذا الدرس تبع الصحراء نحن اليوم بنعيشه بأيامنا الصعبة. بأيامنا الصعبة إذا نحن نطلع كتير منيح، ويا ريت بنعرف نطلع كتير منيح، نحن كل الوقت بننق، بس نحن كتر خير ربنا بعدنا عايشين، بعدنا عايشين وبعدنا عم ناكل. يمكن القليل، بس في كتير ناس بيناتنا يلي بيضلوا عطلانين هم بكره، بيصيروا يجمعوا ويجمعوا ويجمعوا، وكتير اوقات خيهم المحتاج ما بيطلعوا فيه. كتير صعبه وقت نحن بنطلع وبنشوف انه في حدا عم بيموت من الجوع، وانا عطلان هم بكره، وخي عطلان هم اليوم مش عم بوقف حده. ربنا بيقول لي عطال هم خيك اليوم، أنا بعتل همك وهم خيك بكرة. ربنا علم شعبه هيدا الشيء بالصحراء، ونحن اليوم ربنا عم بيعلمنا هيدا الشيء بحياتنا اليومية. المشكلة إنه نحن مش عم نتعلم إنه نحط ثقتنا بالرب، وبعدنا عم نحط ثقتنا ببشر، بعدنا عم نحط ثقتنا بالخوف. مشان هيك كتير من أمورنا بعد بهيدا الوطن وكمان بكنيستنا مش عم نعرف نعيشها، بعدنا كل الوقت عم ننق وعم نبكي. ربنا بيقلنا أنت عم تصلي لي وعم تقلي كل يوم أعطينا خبزنا كفافة يومنا، تركني أوقف حدك، بس أنا ما في أوقف حدك إذا أنت رافض توقف حد خيك الإنسان. هذا درس كتير كبير بعلمنا إياه الرب اليوم، درس كتير كبير، بس بيتطلب مني كمان إيمان كتير كبير. نحن منذكر أيام الحرب يلي عشناها، منذكر أيام الصعوبات، نحن ما في مطرح الرب تركنا، ما في سبب إنه الرب يتركنا. أنا هذا الشيء بختبره كل يوم. مشان هيك فينا نقول انه نحن يا رب اختبرنا المن بحياتنا، مشان هيك نحن فينا نقول انه وقتا نحن منعطي للمحتاج منوقف حد الاخر، ربنا بيسبقنا وبيوقف معنا. بدعيكم حتى تتأملوا بهذا الشيء، تتذكروا كل الايام يلي ربنا وقف حدكم فيها من خلال كل الأشخاص يلي وقفوا حدكم، لأنه هيك بيعمل الرب، بيوقف حدنا من خلال الآخرين حتى يعلمنا أنه هو بيوقف من خلالنا نحن حد الآخرين أيضا. رح ننتقل سوا إلى نص الإنجيل. نص الإنجيل يلي كلكم تعرفوه ويلي منخبره دايما ومنحبه كتير، يلي منسميه نص الابن الضال. رح بقرا المقدمة
وبنرجع بنعمل تعليق حول الإنجيل، أمل أن يكون عنا الوقت الكافي حتى نكتشف قديش غني هذا النص وقديش حلو. بيقول نص الإنجيل من إنجيل لوقا 15، فيكن تاخدوه من 1 لـ 32 أنتم مرتاحين. لوقا فصل 15 للتأمل الذاتي. في ذلك الزمان كان العشارون والخاطئون يدنون من يسوع جميعا ليستبعوا إليه، فكان الفريسيون والكتبة يقولون متذمرين. كتبة والفريسيون معناتها الأشخاص اللي هن بيعيشوا حسب الشريعة، يلي بيطبقوا كل شيء مثل ما مكتوب بالكتاب المقدس، وكل الوصايا اللي هن موجودين، الوصايا العشرة، الوصايا يلي هن أصغر، يلي هن كل شيء عندهم، كل الواجبات يلي لازم يقوموا فيها، فوق 600 واجب اللي لازم يقوموا فيه، بينتبهوا على كل شغلة نهار السبت، بيجربوا فعلا انه يطبقوا كل القوانين والواجبات حسب بحذافيرة. بعدين بيتضايقوا من يسوع ليسوع، مثل كل واحد بيناتنا بحس حاله انه هو دائما بالطريق الصواب، بيتضايقوا منه ليسوع. ليش؟ لانه يسوع قاعد مع العشرين يلي هن بيلموا الضرايب 10%، معناتها مش هيك عشار، والعشرين كثير اوقات بيلموا الضرايب للرومان يلي هن مستبدين، واكيد وقت بيلموا الضرايب بيلموا كمان لجابتهم عطريون. والخاطئون، خاطئون يعني يلي ما مش 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 حالهم يعني، انه بقى الكتبة والفريسيين يلي بيعدوا حالهم انه نحن بنعمل كل شيء حسب القانون، انه يسوع انت شو جاي تعمل تقعد مع الخطأ مع العشرين. بقول الناس كانوا متذمرين يقولون هذا الرجل يستقبل الخاطئين ويأكل معهم. فضرب لهم هذا المثل قال، معناتها يسوع عم بخبر هذا المثل للكتبة وللفارسيين. ما ننسى انه عم بخبرون لقلون هذا المثل، لانه نحن كثير اوقات بناخذ هذا المثل وبنروح فيه وبنعطيه كل المعاني اللي بدناها، بس ننسى هذا المعنى. اكيد انا اليوم معكم بدي ارجع لهيدا الموضوع يلي موجود معنا اياه بالقراءه تبع اليوم. نحن بنعرف كثير منيح هذا المثل، وكل واحد في طبقه على زيته، كابن الضال، كالابن الكبير، ويشوف. بس انا وياكم بدي اكتشف يمكن شغلة أوقات بتفوتنا بتفسيرنا لهذا المثل. بيقول هذا المثل: كان لرجل ابنان، فقال أصغرهما لأبيه: يا أبتي، يا أبتي، أعطيني النصيب يلي بيرجع لي من المال. أنا رح بحسب حساب أنه أنت تقريبا طرقت موتي، ما هيك يرجع لي الورثة، أعطيني من هلا شقفة الورثة اللي بترجع لي، أنا بدي روح أتنعم فيها. فقسم ماله بينهما. قام البي قال له أوكي، بدك اللي بيرجع لك من الورثة بعطيك إياها. أعطي، قسم المال بين اثنين، بين ولاده اثنين، وأعطي إياهم. وبعد بضعة أيام جمع الابن الأصغر كل شيء وسافر إلى بلد بعيد. بيقولوا لنا مش بلد قريب، بلد بعيد. بدد ماله هناك في عيشة إسراف. فيكم تفكروا بعيشة الإسراف يلي بدكم يعني. فلما أنفق كل شيء أصاب ذلك البلد مجاعة شديدة، صار في مجاعة، فأخذ يشكو العوز. ثم ذهب فالتحق برجل من أهل ذلك البلد فأرسله إلى حقوله يرعى الخنازير. أي هذا الولد الصغير من بعد ما صرف كل شيء عنده بطريقة يلي بدكم اياه، فكروا بيلي بدكم اياه، اوكي، ما عاد معه ولا فرانك. راح نبش على حدا يطعمي شيء، قام قال له روح انت انتبه لي على الخنازير تبعولي. بتعرف انه الخنازير بالنسبة لليهود هن حيوانات نشسين. وكان يشتهي، بيقول النص، ان يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله، فلا يعطيه احدا. صوروا لوين وصل معناتها. ساعتها اللي وصل إلى أدنى مستوى من الحياة بين النص، فرجع إلى نفسه.
عنيتها وقتها خلص ما بقى في شيء. وصل على الحفة يعني خلص يعني ما بقى عنده أي أمل أي شيء، ما بقى ما يقدر يستند على شيء أبدا. رجع لنفسه قال كم أجير لأبي يفضل عنه الخبز. عشان يعمل حسابيته بقول عن بي عن بي حتى يلي بيشتغل عن بي بضل عنده خبز زيادة، وأنا أهلك هنا جوعا، أقوم وأمضي إلى أبي وأقول له يا أبتي إني خطئت إلى السماء وإليك ولست أهلا بعد ذلك لأن أدعى لك ابنا، فاجعلني كأحد أجرائك. فقام ومضى إلى أبيه، وكان لم يزل بعيدا إذ رآه أبوه، فأشفق عليه وأسرع إليه فألقى بنفسه على عنقه وقبله طويلا. فقال له الابن يا أبتي إني خطئت إلى السماء وإليك ولست أهلا بعد ذلك لأن أدعى لك ابنا. رجع عن بيه، أكيد هو على الطريق استوعب هيدا المشوار الطريق من بعيد يرجع على البيت كان كتير مهم بالنسبة له. بالأول هو فكر وقال إنه طيب إنه في أكل عند بي لازم يرجع لعند بي، في في فيها مصلحة القصة بالأول. بس بعدين هو على الطريق يمكن اكتشف إنه هو أساء لبيه، خطأت إليك وخطأت إلى السماء، يعني مش بس تجاهك انت انا غلطت، تجاه السماء كمان انا غلطت، مشان هيك انا ما بستاهل انه كون بقى ابن لك. بفتكر انه كل واحد بيناتنا وقت بفكر بخطيته بعلاقته مع الاخرين بعلاقته مع الرب بيعرف انه نحن شوهنا صورة الابن يلي فينا، نحن بالعماد صرنا اولاد الله وشوهناها هيدي الصورة. وكتير هين كل واحد بيناتنا يعرف انه ابتعد عن الرب بحياته، ابتعد عن الايمان، ابتعد عن الحياة، ابتعد عن المحبة، انه نحن بحاجة انه نرجع لعند الرب. مثل ابن الضال كل واحد بيناتنا بيروح لبعيد وبيرجع، مهم انه نرجع، مهم انه نرجع ونعرف انه الله الاب دايما ناطرنا انه نرجع لعنده. ولكل واحد بيناتنا بس نرجع لعنده ونقول له يا رب نحن خلطنا، خطأنا بحقك وبحق السماء بحق الآخرين بحق إخوتنا البشر. النص بيقول فقال الأب لعبيده أسرعوا فأتوا بأفخر حلة والبسوه واجعلوا في إصبعه خاتما وفي رجليه حذاء وأتوا بالعجل المسمن واذبحوه فنأكل ونتنعم، لأن ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. يلي بهم الله الاب انه نحن نرجع نوعى، نحن نرجع نقوم من موتنا، نرجع نحيا من خطيتنا، ما بهمه يقصصنا. مشان هيك يسوع بيقول بغير مطرح انا ما بتفرق معي، ما بدي موت الخاطئ بس بدي اياه انه يعيش. ويسوع هون فعلا قاعد عم بيقول لهم للكتبة والفريسيين شو النفع انه نمد اصبعنا على الخاطئ، ما انا بدي اياه انه يعيش، بدي اياه انه يعيش، يلي عم بيموت بدي اياه انه يعيش. بس مين يلي عم بيموت؟ هل الخاطئ يلي بيرجع لعند بيه هو يلي عم بيموت أو أنتوا يلي عم بتموتوا؟ لأن شو يلي بيصير بالنص بعدين؟ بيخبر النص بيقول وكان ابنه الأكبر في الحقل، فلما رجع واقترب من الدار سمع غناء ورقصا، فدعا أحد الخدم، ما فات برا، شوفي شو عم بيصير بغيابي من ورا ظهري، شو عم يعملوا هذا الوسواس، هذا الشيء يلي انه اف ليش ما بيخبروني شو بيصير، بصير نشك
حاطيني برا، تركيني برا، مدعيوني. ها؟ فاستخبر ما عسى أن يكون ذلك، فقال له: قدم أخوك فذبح أبوك. رجع خيك إن بيك ذبح العجل مسمن لأنه لقيه سالما. شو بيعمل؟ ما دام يركض يفوت لجوا بيغضب، بيغضب هون مثل مين؟ مثل الكتبة والفارسيين بيغضبوا. كيف يسوع بيروح بيقعد على الطاولة مع الخطأ والعشرين؟ لا، بيغضبوا هن كمان، صيروا انه ايه شو عم تلف علينا؟ انت جاي جاي من قبل الرب عم تلف علينا، بتروح عند الخطأ والفارسيين، شو بدكم؟ بيظهر بيو وابى ان يدخل. انا ما بفوت، لا ما بفوت، انا اكبر من هيك. فخرج اليه ابوه يساله ان يدخل، فاجاب اباه: ها اني اخدمك، يعني انا ماشي معك على الخط السليم، ها، منذ سنين طوال، وما عصيت لك امرا. مثل الفريسيين والكتبة، كل شيء انت قلته، الوصايا تبعولك، كل شيء على الزيح، على الزيح. فما اعطيتني، ما اعطيتني حتى جديا واحدا لأتنعم به مع أصدقائي. ولما رجع ابنك هذا الذي أكل مالك مع البغايا ذبحت له العجل المسمن. إنه شو عم تعمل؟ لك شو عم تعمل؟ أنا ماشي معك دغري، يعني أنا فتحت معك خط بالوصايا كلهم 100%، شو اعطيتني بالمقابل؟ بقول له شو اعطيتني بالمقابل؟ هيدي التجارة، هيدي التجارة. الفارسيين والعشر والكتبة بيمشوا مع الرب يلي ناطرين المكافأة بالآخر. بيقوم بيو شو بقول له؟ هون افتحوا دينيكم كتير منيح. بقول له: يا بني أنت معي دائما أبدا، أنت معي دائما أبدا، وجميع ما هو لي فهو لك، ولكن قد وجب أن نتنعم ونفرح لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. يلي هو لإلي هو لإلك، ما أنت ابني، مش مطلوب منك تنطر مني أنه أعطيك شيء. بيت بيتك، الملكوت ملكوتك. وهون المشكلة الكبيرة، هون المشكلة الكبيرة اللي موجودة بهذا النص. أنا بدي إياكم ترجعوا تقروا للنص وتعدوا كم مرة بأول قسم من هذا النص على لسان الابن الضال إجت كلمة بيي. الابن الضال ما وقف ولا مرة يقول بيي، لأنه الابن الضال بيعرف أنه يلي عم يحكي معه هو بيو، سمح لنفسه يلي ما بيقدر الأجير يسمح لنفسه أنه يقوله، قال له: لأنه أنت بيي أعطيني نص الميراث، لأنه أنت بيي أنا رايح، لأنه أنت بيي راجع، لأنه أنت بيي خطيت، لأنه أنت بيي ما بستاهل أن يكون ابنك، لأنه أنت بيي 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 بيي. هيديك بقول له ابنك ابنك، ولا مرة قال له بيي. والسر هو هون بهذا النص، والسر هو هون. أنت شو بدك تكون؟ الابن ولا الأجير؟ هذا النص بده اياك تختار بزمن الصوم انه تنقل من الأجير الى الابن، من الأجير الى الابن، وبعدين من الأجير الى الابن إلى البي.
إلى الرحوم، يلي بيعرف يجمع كل الأبناء، يلي بقلب الحفلة، يلي هو عم يستقبل الابن الضال يظهر تيحضن الابن الكبير، يلي بيعرف كل الوقت يكون البي والأم، يلي بيعرف كل الوقت إنه يبذل زيته من أجل تيجمع أولاده بعيلة واحدة. إنجيل لوقا بعلمنا الرحمة شو هي وبيدعينا إنه ندخل فيها. كل واحد بيناتنا من خلال هذا النص الإنجيل مدعو يعمل هيدي المسيرة. من الإنسان يلي بيفتكر حاله إنه هو دايما معه حق، من التجارة إلى البنوة، ومن البنوة إلى الأبوة، بكل مرحلة من حياتنا نحن مدعوين إنه نعيش بخلاصة أو بهالمراحل الثلاثة أو بخلاصة المراحل الثلاثة. بس المهم إنه نعرف نحن وين، ننضج بالعلاقة مع الرب ونصير نشبهه أكثر وأكثر، لأنه نحن أولاده يلي مدعوين مثله إنه نعطي الحياة لكل إنسان نحن بيعيش معه بيعيش معنا. آمين.